عاقل وعاقل وعاقل بلي عيب بلي مشكاه وعاقل. يا هلا يا هلا. اليوم اسبانيا مقلوبة قلب. اسبانيا اليوم مجلس الدوما حقهم مدري وسمه. الصفحات الرسمية للإعلام الإسباني فوق هذا الذي السجن حق المهرة الذي مع قوات التحالف مع السعودية تحديدا. صور بشعة لهذا اللي جلدوه وعذبوه. لا تطرحوش لا تطرح. أظن أقول لك لا السعودي ولا الإماراتي ولا الخليجي رزقي بالسماء، رزقهم بالسماء وما تعد. أذوب صروا أخوكم ضجان ما شاء الله، شكسوكة وسيم، أضراس جدد، سيارة، يعني الحمد لله أمور سابرة. هو لما يدرب المفاتيح حقه يدربها، لا هي بحذاق الرزق ولا بشطارة. اعمل اللي عليك والباقي على رب العباد. تأكل وتشرب من خير هذا، من رزقك، من عرقك، ما هوش من خير أحد. وليد يا وليد، وليد علي طاهر مناط، تأكل من رزقك هذا شرك، هذا شرك انك تعتقد ان رزقك بيد مخلوق، رزقك بيد الخالق. ماذا باقي الا يعني يكون يصيح لك يا غلام وما ملكت ايمانكم ونرجع جاهلية وقريش. لا يذلك لا حوثي ولا مؤتمري ولا صلاحي ولا شرعية ولا تحالف ولا خليجي، ولا يذلك احد الا عيشة حياة مرة واحدة. مش كذب والله، اخوكم مجرب، اخوكم مجرب. عدنا أكبركم سنًا يمكن بين الحضور، عدا بشير عز الدين عمره 6000 من يوم أعرفه وهو 7000. ما تطرحش نفسك لحد، ربي ما يطرحكش. من يهن يسهن الهوان عليه. اللي تشتغل ب 2500 سعودي ولا بثلاثة، اللي تدحق الكفيل، تدحق تجيد، تدحق رخصة، تدحق كفالة، تدحق ساهر، تدحق ضرائب، جنان. سافر اليمن وتتقلب بحرض، والعدات حق الجهال والسياكل انتفطين، وانت توقع معوق. ماشي يا اخي، قدوا من بين فرد ودم لتأخذه. لا تتكلموش، احنا نتكلم، احنا نعبر، انتم خلوكم الله. وشو وش تبي نقول لكم؟ سجون سجون. طلعت اليوم باسبانيا فضايح، يعتقل لك واحد يحقق معه يكهربه. نقول كهرباء سهل، لطم سهل، دق سهل، لكن اغتصابات هذه مقاوق. ايش حتى باسرائيل اليهود ما اغتصبوش فلسطيني من عام 1948. علامه على 500 سعودي اكل خر. بنيناهم احنا السعودية والله العلي العظيم يا اصحاب قريتنا، انهم زفرتوا نص شوارع الرياض. ما بصرتمش حق البار هذا اللي فعلوه جنب الكعبة؟ يا اخي افعل لك بار، اسكر، يعني افتل، افعل لك مشتي بينك انت وربك والستر. لكن انك شت شرع للمعراسة حقك والمفتالة حقك، تشتات شرع اني حلال، وتشتات الدالي حديث، تدالي رأي المذاهب الأربعة، وتدالي واحد مفتي الديار المدري من. لا مفرغة، بقى حدث مفرغ سعنا مع خلينا زواه. ما هوش مني إيمان، أنا إيماني ضعيف، ما هوش إيمان، ما هوش إيمان أقول لكم من جد. لكن يعني ما اللي ما يدخلش العقل، ما يدخلش العقل إن أنا أشرع لخطيئة؟ لا. أشرع لفاحشة؟ لا. أشرع لمنكر؟ لا. الله ابتلاني ولا ابتلاك ولا ابتلى غيرك؟ خذوك اتمسس. لا انت تشتاتي وتدخل البنات السعوديات هز يا وز وتقول لي اسلامي؟ كيف يا اسلامي؟ حسبك ويحك وز ويحك ويحك ويح، مو هذا. على من؟ على من؟ فقروا. هذا اللي شغلونا لا تاكل. هم كانوا يقولون انتم تاكلوا رزق عيالهم، وانت الحين تقول انت تتحدث باسمنا
ورزق عيالنا يتعس قعوا رجال. لو الدود حق الحوثة والحناشة هذه تقر والإصلاح يفهم والمؤتمر يفهم والتم الناس ويا عالم حني من أرضنا من عام 1933 بزوا علينا جيزان ونجران وعسير ونص الربع الخالي نص الثروة هذه حقنا ملك. المفروض اليمني ما يدخلش حتى بطاقة يدخل بالشنبل السعودية. أرضنا حقنا معنا ركن من الكعبة قالوا له كفار منو كعبة حقنا الكعبة كسي جدنا كان الكعبة صابطه برد يابسه برد لما جاء جدنا ولبسه ستره كفار هذا كفار والله السعود هذا واللي والحاشية حقهم كفار لا امنوا برسالة ولا انا امنوا بنبي ساعة يطرحوا له شوك ساعة يزرقوا بماء ساعة يراجبوا بحجار ساعة جنان مع كان الرسول الله يعشر لا قدانا قد اليمن اول مسلم من عندنا واول معتقل من عندنا واول من كسي الكعبة من عندنا واول ركن حقنا واول من استشهد من عندنا واول من فتح القسطنطينية والاندلس كلهم حقنا هودك كانوا يجلسوا اصحاب قريش يعمل صنم حتى الصحابة الا ربي يهديهم بالاسلام ولا كان يفعل صنم ورجع قرطه لما جاء يا ابو يمن يا ابو اليمن يعني معه حديدة كفريضة ما وقف الا بالسند اول كافر واول كافر من عندنا الصدق واول من ادعى النبوة من عندنا ما تشتغلش نفسك يعني بنفسك كيمني صحيح خابس بورخص خيرا لكن لا انا يمني تكون من ما كنت من ابو البقرة حق جدتي الله يرحمها عمر اكبر من الامارات الثور حق الفقيه عندنا بالقرية عمره زيد من ابو ظبي ما هوش بقياس انه الان انت معك بيس ومعك عماير ومعك زجاج انك انت خلص قد تجني لا علي الحرام نعد انا يمني الله داخل قلبك بجوعنا بفقرنا بوسخنا بسقارتنا احنا 10,000 سنة حضارة احنا جدتنا بالقيس عمل هكذا بركبته ادى سليمان عليه السلام مين داخل اورشليم داخل فلسطين ما مو بكم مقابش هدهدة خابر الا عندنا هدهد خلاش حج وصل الهدهد لمارب وقعين نطق يا بصر ملك مو صدقتم هذا انه جاء عند طحنون والله ما يجي عندهم حتى غراب شد حزامك انت يا منيل ما بش انا عندي دم 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 اهلي ودم ناسي يعني اطهر من مقدسات الارض كله لا يزيدوا عليكم بالدجل حق المطاوعة هذا وطلع لكم عايض القرني قال انا اسف انه اكتشف انه الدين حقه غلط احنا الصحابة واحنا الانصار واحنا المهاجرين واحنا الفاتحين واحنا كل شيء مو هذا من ايام الرسول هم يلعبوا بطة بقريش لا هم حق حرب حق ولا هم حتى حق جينا اخطط لك القرنين واننا محاربون وبعد فترة يقول لك يا زعام تقول لكم امي انه ادري الدين الذي كنا نقول لكم غلط هيطمسوه ونبدأ من اول السطر خبر اخبل أنا يمني غصبا عن أبو أي مواطن بالوطن العربي هي مرحلة ونعديها مرحلة وتعديها اليمن أول من صنع التاج يمني يا جماعة الخير الذهب الحميري بأيام الحميريين كانوا الناس يتهادوا بالخشب خشب وفضة ما عدوش ذهب من كثره الذهب معه كان له قيمة معنا جهال قام بعض باتهام المملكة وهي فتح بار حلال بار إسلامي على الشريعة الإسلامية على سنة الرسول والصحابة هذا البار بار حلال أكرر حلال